الدولة والسيادة والمعالي والسعادة، الأخوات والأخوة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أرحب بكم في هذه الأمسية من أمسيات مطلع بحمية شمال الثقافي التي نلتقي فيها مع ضيف عزيز، ونحن نستعد لوداع عام مضى بأثقاله وهمومه وصعوباته، ونستعد لاستقبال عام جديد أرجو أن يكون عام خير وبركة على بلدنا الغالي وعلى أمتينا العربية والإسلامية وعلى كل واحد منهم. الحضور الكرام، يحرص منتدى عبد الحميد شمال الثقافي أن تكون المحاضرة الأخيرة في موسمه الثقافي كل عام مسك الختام لنشاطاته وفعالياته الثقافية، وانسجارا مع هذا النهج فسيكون مسك الختام لنشاطات منتدى عبد الحميد شمال الثقافي العام 2010 هذا اللقاء مع سعادة الأخ الصديق العزيز الأستاذ طلال الغزالي، هذا الإنسان الكبير الذي تشكل سيرته الشخصية والمهنية قصة نجاح محتذى بها، ويحق لهذا البلد وأبنائه أن يفاخروا بها ويتحدثوا عنها. فمن يافا مصطفى الرأس في فلسطين عام 1938 لأعمال مساء اليوم تمتد رحلة سعادة العين طلال الغزالي، وهي رحلة متوجة بالنجاحات المتتالية ومقرونة بالجهد الدؤوب والمثابرة والذكاء والاجتهاد الذي وضعه على رأس واحدة من أهم المؤسسات العالمية التي تقدم سلسلة متكاملة من الخدمات المهنية ذات جودة عالية، والعمل الدائم على تأهيل موظفيها وفق أعلى المعايير الدولية للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الوطن العربي ضمن إطار الاقتصاد العالمي. وهي كما تعرفون جميعا مجموعة طلال الغزالي التي تأسس عام 1972 ويعمل في خدمتها ما يزيد عن 2000 موظف مهني من خلال ما يزيد على 71 مكتبا تتوزع في عدد من قارات العالم المختلف. الحضور الكرام، منذ تسلمت إدارة هذه المؤسسة في أواخر عام 2003 استضاف منتدى عبد الحميد شمال الأخ أستاذ طلال الغزالي 4 مرات لإلقاء محاضرات في الشأن العام. وعند مراجعتي لهذه المحاضرات وأثناء إعدادي لهذه الكلمة القصيرة طرزت أمامي ملاحظتان هامتان تستوجبان إشارته والتنبيه. أما الملاحظة الأولى فتكمن في حرص الأخ طلال على التجديد والتنفير في محاضراته، وهذا ما تجلى من عناوين تلك المحاضرات. ففي العام 2004 حدثنا الأخ طلال الغزالي من على هذا المنبر عن الجديد في النظام العالم الجديد، وفي العام 2007 كان عنوان حديثه إلينا التعليم العالي وتحديات الرقابة على الجودة والاحتراف. أما في العام 2008 فقد حدثنا عن الاقتصاد العربي والعالمي في مفترضه، ونحن نستضيفه اليوم وقد اختار بنفسه عنوانا مشوقا كعادته وهو الأردن والمنطقة إلى أننا نتجه جهود اقتصادية. أما الملاحظة الثانية التي استوقفتني أثناء إعداد لتقديم هذا الضيف العزيز في سيرته الذاتية، ففي كل مرة يتحدث إلينا أكتشف أن رصيده قد ارتفع، وارتفعت معه المكاتب المرموقة والمهام العديدة والكبيرة التي يحققها ويطلع بها على المستويات العربية والإقليمية والدولية. وهذا ما يتجلى على صعيد الشهادات الفخرية والأوسمة المختارة ومواقع رئاسته وعضوياته في مجالس إدارات مختلفة، أو على صعيد المطبوعات من معاجم وكتب وقواميس، أو على صعيد الجوائز التي كان آخرها جائزة تقديرية من الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية عام 2009، وانتخابه مؤخرا في جنيف رئيسا مشاركا في منتدى التحديات العالمية، وهي منظمة متميزة تضم مؤسسات فكر ورأي ومراكز البحوث والمؤسسات الأكاديمية إلا واحدة من ثمار إنجازات الضيف العزيز. وهو يأتينا مساء اليوم وهو يحظى بثقة السيد البلال جلالة الملك عبد الله الثاني بفعله عضوا في مجلس التعيين الأردني. الأخوات والأخوة الحضور، رحبوا معي بسعادة العين الأستاذ طلال الغزالي، أهلا وسهلا. الكريم والسخي، أريد أن بداية ببعض الملاحظات. أنا واثق أن اهتمامكم الأول بحكم وجودنا في الأردن. نزل الميكروفونات نشوف المحاضرة بس زيحنا شوي. حاولت أنزلها. لا إحنا بنقول للأخ ما شاء الله طويل. الله يحسن.
إمامنا الأول طبعاً بحكم كوننا في الأردن و أردنيون عرب، هو في الجزء المتعلق بموضعة الأردن أو تموضع الأردن، ولذلك سأقسم الكلمة إلى قسمين، نصف الوقت عن المحاور الثلاثة الأولى وهي آثار الأزمة العالمية على العالم، لأننا إذا أردنا أن نأخذ موضعاً يجب أن ندرس موضعنا في هذا العالم، ثم في المنطقة العربية وهي محيطنا الأساسي، وبين هذين الموضعين التكتلات الجيواقتصادية العالمية، ثم نتحدث في النصف الأخير عن الأردن بالذات. أولا نريد أن أحيي حكومة الأردن، وصلني اليوم التقرير المالي عن النتائج المالية والاقتصادية والموازنة حتى نهاية أكتوبر، وأحيي جرأة الحكومة بأن أعلنت أننا أمام أزمة اقتصادية صعبة، وهذه بداية جيدة، هذه بداية الحل، وأنا لذلك أقول أحيي الحكومة بموقفها الجريء والصادق، لأن بداية الحل هو الاعتراف بالمشكلة، والمشكلة قائمة ويعرفها الجميع ولا يجوز أن نختبئ وراءها. ثانيا أريد أن أقول أن هذه المشكلة ليست مستعصية، وثالثا أن هذه الأزمة العالمية كما سنتحدث عنها هي في حد ذاتها الحل لهذه المشكلة إذا أخذنا القرارات المناسبة للاستفادة من الوضع العام. العالم تغير كثيرا منذ محاضرتنا أو لقائنا الأول هنا، قلنا في عالم جديد، جاءت الأزمة المالية العالمية ومش راح نتحدث عنها لأنه كلنا نعرفها. أريد أن أبدأ من آخرها، ما هي آثارها الحالية؟ ولماذا أدعي بأن العالم أصبح عالم مختلف؟ إحنا ما نعرفه الآن وما سنعرفه في المستقبل يختلف كلياً عن ما درسناه وتعلمناه وعشناه في الماضي. أمريكا الدولة العظمى في العالم، العجز الأمريكي التجاري trade balance 700 مليار، العجز في الحساب الجاري نصف تريليون أي 500 مليار، في الوقت الذي الصين في عندها فوائد بينما كانت الصين دولة نامية وعندها عجز في ميزانها التجاري وميزانها والحساب الكرنت أكاونت. الحكومة الأمريكية تطبع كما أعلن رئيس البنك الفيدرالي، تطبع العملة لتشتري سندات الخزينة والتريجري بونز والبيلز لتمول وتدعم الحركة الاقتصادية. العجز الأمريكي في التجارة الخارجية أو في الميزانية الحكومية في الميزانية الحكومية بلغ 1.5 تريليون أي 10% من الجي دي بي الأمريكي. الدين العام الأمريكي يزيد عن 60% من الجي دي بي، من الدخل القومي، الناتج القومي. إذا أضفنا الدين المحلي إلى دين الولايات، إحنا نتكلم عن الفيدرال ديت، بس إذا أضفنا دين الولايات الأمريكية يصبح الدين العام 110% من الناتج القومي الأمريكي، هي الدولة العظمى في العالم. أوباما قرر تجميد الرواتب لموظفي الدولة الفيدرالية لمدة 5 سنوات ليخفف من العجز في الموازنة، وبذلك يوفر 50 مليار على 5 سنين، 50 مليار من 1.5 تريليون من 1500 مليار، ولكن هذا يدل على أن هنالك وضع يحتاج إلى معالجة وبدأت الحكومة الأمريكية تعالجه. النظام الرأسمالي لن يزول، سيبقى، ولكنه سيجري تصحيح. النظام الرأسمالي كما هو في أمريكا خفض وجرى تصحيحه عمليا، غير على أنه كايتنر وزير المالية
أصدر ما سماه نظام إصلاح الاقتصاد الأمريكي والنظام المالي، ولم ينفذ شيء منه إلا القليل جدا، ولن يستطيع أن ينفذه مع أنه قليل. النظام الأمريكي النظام الرأسمالي الأمريكي يمنع الدولة أن تستثمر أو تدعم أو تشتري أو تمول قطاع خاص. كل ما حصل منذ بداية الأزمة حتى الآن أن الحكومة الأمريكية لم تفعل شيء إلا عكس ذلك، أي أنها قامت بضخ الأموال لدعم الشركات المتعثرة ولتمويلها ولشراء الموجودات المتعثرة، وهو ما يناقض مبدأ الرأسمالية الأمريكية التي مشت عليه منذ بدايتها. فإذا نحن في عالم، أختصر بهذا الجزء الأول وأقول أن كل ما نعرفه ودرسناه أصبح الآن يسير في اتجاه معاكس، إذا سمح لي أن أقول. التغيرات الجيوإقتصادية العالمية، وأنا أتكلم جيوإقتصاد يعني اقتصادي جغرافي، الجغرافيا الاقتصادية وليس السياسة، مش أنا آخر من يفهم السياسة ولا عندي جرأة أن أتكلم فيها لجهلي بها. خلال 5 سنوات ستصبح الدول الصاعدة، ومن الآن رايح أصلاً عيب أن أحد يتكلم عن دول نامية. كلمة الدول النامية اللي تعودنا عليها أصبحت كدو، أصبحت لا لزوم لها ولا صالحة للاستعمال، لأن ما كان يسمى الدول النامية هي الدول الصاعدة اللي عندها نسب نمو، في حين أن الدول المتقدمة، ما كان يعرف الدول المتقدمة، هي اللي عندها نسب تراجع أو انكماش. خلال 5 سنوات ستصبح الدول الصاعدة تشكل 50% من النمو العالمي. حرب العملات، نسمع كثير عن حرب العملات، وأسأل دائما في المقابلات عن حرب العملات، ما في اسمه حرب عملات. في موضوع يثيره الدول المتقدمة بين كوتيشن أو الجي 7، لأنها تشعر بأن الدول الصاعدة لها أفضلية عليها لأن عملتها رخيصة، وبالتالي تنافس في تجارة طريحات تجارة، مش حرب عملات. يعني شو سعر العملة ما له أي مميز إلا إذا أخذ في ميزان التجارة الخارجية، لما تحول العملة أو لما تبيع وتشتري، أما في البلد داخلها عملتك عملتك. إنما تأثيرها هو في مقارنتك بقيمة المنتجات الدول الأخرى. فبالتالي نحن أمام مشكلة أثيرت من جديد ولم تثار في السابق، ولم كنا نسمع. وفي الجي 20 الاجتماع الأخير اللي عقد في سيول، 80% من الاجتماع كان مخصصا ليس لحل الأزمة المالية ولا الأزمة الاقتصادية ولا مشاكل العالم ولا مشاكل البيئة، كان لبحث موضوع سعر العملة، وانتهى بأن طلب من الصين أن تدرس، والصين وافقت أن تدرس، وأنا أبشركم أن الصين ما راح تدرس ولا تغير أي شيء في ميزان عملتها. وهذا الأسلوب الصيني كما قال لي أحد المسؤولين الصينيين خلال 7000 سنة تعلمنا أن نقول حاضر ونهز برأسنا إلى أن يأتي اليوم ونقول لا، ويبقى رأسنا فوق ما ننزلوش بعد. فسيستمر من المناورة بأنه نحن 3 أسبوع سنحاول. حديث جاء في القرار القمة الأخيرة في سيول اللي عقد في أكتوبر الماضي، إنه العالم يجب أن يدرس النمو المتوازن. النمو المتوازن ما سمعناها في السابق. الآن نتكلم عن النمو المتوازن. شو معنى النمو المتوازن؟ فسروها في القرارات، إنه لا يجوز إنه دول تنمو بهالنسبة العالية والدول الغربية تنمو أو ينكمش. الآن صار غلط إنه دول تنمو بسرعة عالية، بينما كنا نتباهى في الغرب بإنه عندنا أعلى نسب نمو في العالم والعالم الآخر ما فيش عنده نمو. تغيرت الأمور بطريقة كبيرة جدا. أوباما في زيارته الأخيرة لسيول قال إن انتعاش أمريكا يعتمد على ازدهار آسيا، وهذا تطور، لأنه أول ما استلم الحكم قال إن ازدهار أمريكا يعتمد، إن انتعاش أمريكا يعتمد على ازدهار الصين. اكتشف بعدين إنه العالم مش بس الصين، وإنه مشكلته مش بس الصين. أمريكا كانت لمدة 50 سنة حتى الآن تدرس الصين كخطر على الاقتصاد الأمريكي، فقط الصين، هذا هو الموضوع. الآن اكتشفوا أن القضية أكبر من الصين. الآن في دول عظمى مثل الصين
وهي وبالمناسبة هذه أيضا تغير حديث صار في الدنيا. رئيس صندوق النقد الدولي قال جملة لطيفة يعني أنا تعلمت منها، قال إذا بتلاحظ المستقبل سترى أن الدول الأقوى والأهم هي الأكثر سكانا. في الفترة السابقة كانت الدول المشكلة هي اللي عندها سكان، الآن الدول التي أكثر سكانا هي الأقوى، وذكر أمثلة عليها الصين والهند والبرازيل، والبرازيل بالمناسبة تشكل ثلثين جنوب أمريكا، روسيا. الدول الكبرى حجما هي الدول التي ستحكم المنطقة العالم بشكل عام. توجهات التجارة العالمية أيضا مختلفة كليا. الآن أمريكا وأوروبا واليابان كانت تشكل 43% من تجارة العالم 2003، حاليا تشكل 36% فقط. لما تنزل من 43 ل 36 نسبة كبيرة جدا، رقم كبير جدا إذا ترجمته إلى مبالغ. بقية العالم جنوب وشرق 18% كان من تجارة العالم 2003، الآن 17%. التجارة الآسيوية البينية تمثل الآن 50% من مجموع تجارتها، وتنمو بنسبة 70% أكثر من التجارة العالمية. الخريطة الجيواقتصادية القادمة مختلفة كلياً عن كل اللي عرفنا، مع أن الدول القمة السبعة جروب أوف 7 ما زالوا يتمسكوا بكرسيهم. فلما بتجتمع الجي 20 بيجتمعوا أيضا كجي 7، مش قادرين ينسوا أنه أصبحت الجي 7 منتهي، والجي 7 أصبحت هي الدول التي لديها مشاكل وتعوبات اقتصادية، ما زالوا يريدوا أن يحتفظوا باسم أنه هم السبعة الكبار. تجدهم في كل اجتماع بيأخذوا اجتماع خاص لهم متمسكين، مع أنه رئيس البنك الدولي قال أصبحت الجي 7 من التاريخ مش أنا. المستقبل في التجارة للدول الكبرى وكذلك في المنطقة العربية والإحجام أصغر. في منطقتنا العربية يجب أن ندرك أن الدول الكبرى سكانيا هي التي لها المستقبل، وبالذات تركيا وإيران. هذه حقيقة يجب أن نقبلها عندما ننتقل إلى الحديث عن المنطقة العربية. أمريكا كانت تبحث، وهنالك كان قرار مش 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 أفكار، كانت هنالك برنامج موضوع لإقامة سوق تجارة حرة، منطقة تجارة حرة بين أمريكا وأوروبا، تنتهي بحيث تبدأ من عام 2010 وتنتهي ينتهي تأسيسها في عام 2020. أوباما نسي هذا الموضوع وتوجه الآن إلى سوق أو منطقة تجارة حرة بين أمريكا والأيبك. الأيبك كما تعرفوا تضم أمريكا والصين واليابان و21 دولة أخرى كلها أسيوية، وتشكل الأيبك تشكل نصف الدخل القومي العالمي. الآن أصبحت أوروبا، وهو عاقل في هذا الكلام، أصبحت أوروبا ليست الصديقة المدللة بعد الآن، ويدرك أيضا أن الصديقة المدللة القادمة هي أفريقيا. الآن بدأ الخلاف بين أمريكا والصين على أن أمريكا غزت أفريقيا وأخذت الشوط الأول فيها، وبالتالي أصبحت متفوقة في نفوذها وفي مصادر وسيطرتها على الكوموديتيز بالذات في أفريقيا. عام 2050، خلينا نطلع 2050 يعني بكرة، في معايير الشعوب احنا عندنا السنة الجاية بعيدة، السنة الجاية بدنا نفكر، السنة الجاية خلينا نحل مشكلتنا اليوم. عام 2050 يتوقع أن يصل اقتصاد الصين إلى ضعف اقتصاد أمريكا. طبعا الدولة اللي كان يعني كلنا يقولون لا يمكن حدا أن يضاهي أمريكا، ولا أحد يحلم أنه يصير يوصل لأمريكا. عام 2050 يتوقع أن يساوي اقتصاد الهند حجم الاقتصاد الأمريكي. هذا هو العالم القادم. عام 2030 الاقتصاد الأوروبي سيصبح اقتصاد درجة ثانية، وسيحل محله الاقتصاد الأفريقي تدريجيا. شركة رولز رويس تبيع اليوم، عم بحطي بعض المظاهر لندرك أن العالم تغير وإحنا لسه، يعني أنا مشكلتي اللي بحاول أقولها أنه إحنا في الوطن العربي ما زلنا نتعلق بأن العالم هو أمريكا وأوروبا، وهذا هو المستقبل وهذا الخير، بينما التقارير الأمريكية مراكز الدراسات الأمريكية
ومح تقرير من أفضل مركز دراسات أمريكية تعتمد عليه الحقوق الأمريكية، يقول أن الثروة تتجه من الشمال إلى الجنوب ومن الغرب إلى الشرق، ونحن هنا في الجنوب، في الجنوب وفي الشرق، وما زلنا نظن أن وأمريكا بتقول لك أنا مصالحي أصبحت هناك، وإحنا لسه بنقول مصالحي. أنا بحكي اختصار، أنا بتكلم السياسة، أنا أحب أن أكون علاقتي السياسية مع أمريكا أفضل بكثير، يا ريت، ونسعى إلى ذلك. إنما اقتصاديا هناك المنطقة التي فيها الخير اللي إحنا ناسينها ومهملينها كعرب. شركة رولز رويس تبيع في الصين أكثر مما تبيع في سوقها الأساسي اللي هو بريطانيا. من كان يحلم إنه رولز رويس تنباع بالصين أكثر من ما بتبيع رولز رويس في بريطانيا نفسها. عام 2018 المتوقع أن يكون الاقتصاد الأمريكي 18% فقط، عام 2018 بعد 5 سنوات 8 سنوات، بدل 25% من الاقتصاد العالمي. في كثير بتحدثوا عن بروز الطاقة البديلة والطاقة البديلة أثرها، الطاقة البديلة لها أثر طبعا ولها أثر سلبي وإيجابي على الدول بشكل المعتاد، ولكن كثير من هذه الدول الصين مستورد للنفط، ما عندها مشكلة إذا طلعت الطاقة البديلة، ما راح ينتهي عظمتها وقوتها، وكذلك الهند مستورد للنفط، روسيا مصدر تتأثر على رأسي، ولكن يعني المعادلة بشموليتها لم تتأثر بهذا الموضوع. وموضوع النفط بحبش أحكي فيه أنا، لأن حكيت فيه سابقا، وأذكر أنا حكيت هنا في عام 2008 وتوقعت أن يصل بنهاية 2010 إلى 100 دولار، وهذا مسجل سنصل إلى 100 دولار، وأنا أقول اليوم أنه رح نصل 100 دولار ونتعدى حاجز 100 دولار ويبقى كذلك. وكان هناك من يخالفني برأي وهم أساتذتي، وأنا ما بفهم بالنفط، وأنا أعترف اليوم مرة أخرى بأني أجهل، لست خبيرا في النفط، ولكن أنا أقرأ فقط وأحاول أن أستنتج. المنطقة العربية، ونتكلم عن المنطقة العربية، ويا ريت نبدأ ثقافة جديدة نقول المنطقة العربية، الوطن العربي. جينا بمينا، ولليوم بس بحضر مؤتمرات اسمها مينا، مش بحضر بسمع، أنا ما أحضر ولا مؤتمر الحمد لله مينا، وبنسمع شرق الأوسط، وبنسمع يوروميد، وبنسمع كل التعابير إلا التعبير الصحيح اللي هو المنطقة العربية والوطن العربي. الوطن العربي، الوطن العربي التعبير يجب أن يعود ونعتز به ونخلق. وبعد أن فشلت كل التسميات الأخرى، وين مينا؟ وين الشرق الأوسط الصغير؟ وين الشرق الأوسط الكبير؟ وين كل ما ضبط، لأنه مخالف للتاريخ والجغرافيا والمنطق والثقافة. هذه المنطقة مقبلة على خير بدرجات متفاوتة. خلينا نحكي في الوقت الذي، وطبعا نصيحة بوش في آخر شهر من عاده، مع الأسف له مع حسن الحظ إلا ما زبطتش، لأنه قال يوم هذه الأزمة وقعنا فيها جميعا معا، ويجب أن نخرج منها معا، ولا يجوز لأي دولة في الدنيا أن تستفيد منها. كل اللي حصل عكس اللي قاله، لأنه ما وقعنا فيها كلنا سوا، ولا تسببنا فيها كلنا سوا، ولا خرجنا منها كلنا سوا، ولا راح نخرج منها كلنا سوا. الآن عندنا نسبة نمو في دولة اسمها قطر فوق 20% من الجي دي بي، جي دي بي ريت اوف جروث، هذه لم تحصل في التاريخ. بتقول لي هذا والله سبب ونفط وغاز، بقول لك طيب، ما هو كل ازدهار في أي مكان في العالم كان له سبب. فيعني مش انتقاد ولا عيب إنه نقول إنه الدولة عندها موارد كيف قامت أمريكا وكيف قامت روسيا وكيف قامت ألمانيا، كل واحدة قامت بمبررات معينة، هذه النعمة اللي في نفط. أنا بأخذ بس لمحات سريعة حتى ما يصيبنا الإحباط عندما ننظر إلى الإحباط العالمي، واللي أنا بقول إنه رح نعيشه لمدة 10 سنوات. عندنا 10 سنوات العالم الغربي سيعاني منها، لأن ما حصل خلال الأزمة من 2008 إلى اليوم أن هذه الدول الحكومات الغربية نقلت الأزمة من القطاع الخاص إلى القطاع العام، وأصبح القطاع العام هو المدين بدل القطاع الخاص. عندما تضخ الدولة فلوس بتقول معناته هي تكفرت، وعندما تشتري وعندما تكفل وعندما تعطي قروض هي تأخذ الدين عليها. الآن يعني دائما بقول الناس بقولوا الدول ما بتفلس، لا الدول بتفلس،
كم إنما إفلاس الدولة يختلف عن الشركة. الشركة تفلس بتصفي مع موجوداتها وتفنش موظفينها وبروح المساهمين عبدالله. الدولة ما بصير شيء فيها. الدولة المفلسة هي الدولة العاجزة عن تقديم الخدمات المفروضة أن تقدمها إلى مواطنها. هاي الدولة المفلسة. لما دولة بتقول أنا مش قادر أدفع الضمان الاجتماعي كما حاصل بدول أوروبا. لما يقول أنه أنا مش السنة مش حاطي زيادات لموظفيني رغم أنه في غلاء معيشي سيستمر. هاي دولة المفلسة. لما بقرر أني أخفض في الرواتب، لما أقرر أخفض في التعليم، دعم التعليم في بريطانيا، هذا إفلاس. عندما دولة لا تستطيع أن تصرف على تعليم مواطنيها اللي هي وجدت بسببهم وإلهم، هذا هو الإفلاس. إفلاس الدولة في عجزها أن تقدم خدماتها. وهذه الدول بمجملها الدول الغربية تواجه مراحل مختلفة من الإفلاس، باستثناء دولة واحدة حتى يكون تعبير دقيق هي ألمانيا. باستثناء ألمانيا هذه الظاهرة تنطبق على الدول الغربية كلها بدرجات متفاوتة لأن كلها اقتصادها مترابط. وكذوبة إنه إحنا شركاء تجاريين وشركاء أو شركائنا يعني إحنا صدقناها، بس طبعاً أنا ما صدقتها لأن أنا بعرف إنه 70% من الاستثمارات الأمريكية موجود في أوروبا و70% من الاستثمارات الأمريكية الأوروبية موجود في أمريكا. هذا هي الشراكة الحقيقية. يعني 70% من كل استثمارات أوروبا موجود في بلد واحد و70% من كل استثمارات باقي 30% بيتوزع على العالم ويمكن ما يتوزعش. يعني الشراكة الحقيقية غير موجودة إلا بين الدول الغربية فيما بينها. وعم بحكي اقتصاد، ما زلت أنا السياسة اللي فيها رأي آخر بحتفظ فيه لأنه مش اختصاصي. بس هاي الأمة العربية أيضا في مظاهر بحب أعمل لمحات سريعة. الإنترنت، الاختراق العربي في الإنترنت كان 2.5 مليون عام 2000 يعني قبل 10 سنوات، أصبح خلال 10 سنين 65 مليون. هذه ظاهرة ما حدا يعرف فيها، نحن متخلفين ونحن نحن عالم نعيش في العصور أبدا. نسبة النمو في الدخول على الإنترنت في الوطن العربي هي 5 أضعاف النسبة العالمية، 5 أضعاف. يعني نسبة النمو في الدخول على الإنترنت 200%، نسبة الدخول على الإنترنت في الوطن العربي 1000%. هاي ظاهرة تدل على أن هنالك توجه إلى دخول إلى عالم المعرفة. طبعا مستخدمي الإنترنت الآن 1.5 مليار، ثلثهم من الصين، كمان هاي شيء يجب أن نلتفت. المتوقع خلال 10 سنين أن يصبح النصف من الصين، نصف مستخدمي. طبعا تقدرش أمريكا تنافس لأن كل سكانها في جوش 500 مليون، يعني كيف بدها تخلق رقم يدخل؟ لذلك هنا بنقول إنه كيف يأتي قوة العدد السكاني. لما يكون عدد سكانك أقل من 500 مليون مش ممكن تلحق بالصين وهي تنمو باستمرار في نسبها. العالم يعني دائما كنا أقول والله الصين بعيدة، شو بدينا على البرازيل بعيدة، بينما إذا تأخذها من ناحية ساعات السفر أقرب من كاليفورنيا، الصين أقرب وأكبر، أقرب من أستراليا. يعني نحن نتكلم عن والآن خصوصاً إنه أصبحت أوقات السفر هي المعيار. أنا أذكر هذا الكلام لأقول أن هنالك مظاهر تفكير جيد، بذكر منها سوريا. سوريا الآن تفاوض منطقة لإقامة منطقة حرة مع البرازيل ودول أخرى في جنوب أمريكا. سوريا والبرازيل الآن مفاوضات تجري لإقامة منطقة حرة، منطقة تجارة حرة، تجارة حرة بين سوريا وبين البرازيل. طبعا كيف تعمل أمريكا تجارة حرة بينها وبين إسرائيل مثلا؟ يعني ما في مسافة في بحار نفس البحار. فهذا توجه يدل على تفكير جديد في موضوع التجارة. طبعا احنا ما زلنا نتكلم عن تحرير التجارة ونسمع خبراءنا وعلماءنا انه حرروا التجارة وافتحوا الأسواق، مش صحيح. التوجه العالمي هو للحمائية، والحمائية هي التي تحكم القرار التجاري العالمي. وكل مؤتمر يتم للاتحاد، كل اجتماع لقمة الاتحاد الأوروبي يقول
كل دولة لها الحق في اتخاذ إجراءاتها الخاصة لحماية اقتصادها. أوباما يقول عندما صرف 800 مليار لدعم البنية التحتية لن أسمح بأي منتج أو خدمة أجنبية أن تستفيد من هذا الدعم. هاي البروتكشنزم، هذا تعريفا، إذا بدك تلاقي تعريف البروتكشنزم هذا. فنحن ما بدنا ننجر وراء هذا التسويق لفتح الأسواق. العالم كله الآن يقفل أسواقه ويحمي اقتصاده ولا يفكر بأن أنا علي واجبات تجاه المجتمع الدولي. إذا الدول العظمى والكبرى والغنية ما بتفكر بهذا الموضوع، أنا علي أن أفكر بنفسي كما هو يفكر بنفسه، وهذا حقه. أنا عند كل ما أقوله هذا ليس انتقاد، هو توصيف، وأنا أتمنى أن نكون إحنا بنفس الحماية. ميزانية السعودية، أنا بعطي بعض المظاهر. ميزانية السعودية لهذا العام، لعام 2011، المتوقع طبعا هو اللي أعلن أنه حوالي 600 مليار ريال سعودي. أنا بقول ستزيد عن 800 مليار. عندنا بالمملكة العربية السعودية 800 مليار ريال ستصرف العام القادم بحساباتي أنا. الحسابات الرسمية لإعلانات الدولة بتقول 600، والسنة الماضية كمان الحكومة أعلنت رقم أقل من الحقيقي، أعلنت 400 مليار وطلعت النتيجة 600 مليار. أنا بقول إنه هاي 800 مليار عندما تخصص المملكة العربية السعودية منها 25% للصرف على بناء القدرات والتعليم، ظاهرة خير. معناته إحنا في، يعني أنا أريد إنه ما نضل نفكر فقط بالسلبيات وهي موجودة وكثيرة وبالشغل. يعني أنا بحكي اقتصاد، أنا بقول في الاقتصاد أنا أرى ظواهر إيجابية كثيرة في الوطن العربي. كل ميزانياتنا في الخليج مجلس التعاون تجد فيها عجز، هي ظاهرة عظيمة، لأنه لا يريد أن يظهر إيرادات ويقول له عندك فائض أعطيني إياه. اصرف اصرف وابني في البلد في البنية التحتية وفي التعليم وفي كل المرافق لأننا محتاجين. وهذا الكلام السليم أنا قلته في عدة مناسبات. لو بعنا كل النفط اللي موجود تحت الدول الخليج جي سي سي، كل النفط اللي موجود اليوم بسعر 100 دولار لا يكفي لبناء بنية تحتية في المنطقة الخليجية، مش عندي، توازي ما هو موجود في أمريكا وأوروبا. فأنا ما عندي فوائد، يعني كسبة الفوائد، ما عندنا فوائد. مش قيمة النفط كله لا تبني تلك الطرق والموانئ والاتصالات وكل ما هنالك من بنية تحتية لمجلس التعاون الخليجي. فهذه الثروة هي رأس مال، هي مش فوائد، هي رأس مال محتاجة لأوصل إلى ما وصلت له في العالم اللي بتسموه اللي كان يسمى المتقدم. نحن نتكلم عن ضخ السيولة. أنا ضد السياسة التي أنا لا أتفق، مش ضد، أنا ما لي قيمة، لا أوافق، لا لست من رأي ضخ السيولة لإنقاذ الاقتصاد. ضخ السيولة يجب أن يكون مش لإنقاذ الشركات، لدعم الإنتاجية. وهنا تأتي المشكلة اللي قامت فيها أغلب الدول وأخطأت، وخصوصا الدول المتقدمة، أنه بدل ما تحاول أن تدعم الإنتاج لتنقذ الشركات، دعمت ضخت الأموال لتسد الديون عن الشركات المتعثرة ولتشتري الموجودات الفاسدة حتى لا تفلس الشركات. الاستثمار الداخلي هو الأساس. أيضا قصرنا نحن بأنه دائما كنا نفكر بالاستثمار الخارجي، كسبة كبيرة. الوطن العربي مصدر للرأس مال الـ FDI Foreign Direct Investment، الاستثمار الخارجي، وليس مستوردا، ومصدر بأضعاف الأضعاف. يعني نحن مش بس مرة أو مرتين الاستثمار الخارجي أكثر من الاستثمار المستورد، بأضعاف الأضعاف. وليس دول النمور آسيا، الازدهار اللي حصل لم يدم لأنه اعتمد على الاستثمار الخارجي. وفي يوم ليلة ما فيها ضوء أمل بيطلع سوروس بيقول أنا ما عندي ثقة بمنطقة آسيا. نتذكر يمكن الحادثة وانهارت أسواق آسيا وسحبت الناس أموالها وبدأ يتعثر الاقتصاد. الدول التي ازدهرت وحصلت ازدهار مستمر هي الدول التي تعتمد على الاستثمار الداخلي.
عندي نقاط أخرى مش أحكي فيها لأن أنا وعدت بإني أقسم الوقت بين الجزء العام، ولكن قبل أن أنتقل أريد أن أركز على موضوع عام وبالذات عندنا في المنطقة العربية له أهمية وهو الشباب. العالم القادم راح يقوده الشباب مش أنا، مش جيلي يعني، لأن العالم القادم هو عالم المعرفة، وفي عالم المعرفة القدرة للشباب مش موجودة عند أمثالي. أحفادنا كلنا، أنا بحكي بالأحفاد لأنه أولادي أكبر مني سنة، بحكي عن الأحفاد. الأحفاد قدرتهم ومعرفتهم المعرفية تفوتني مليون مرة. يا سيدي بلاش، أنا بديش أخذ وقتكم بأن أعمل قائمة على الأقل من 30 واحد أو من أغنى أبنياء العالم كلهم شباب، ابتداء من اللي اخترع الجوجل إلى اللي اخترع الفيسبوك إلى اللي اخترع الياهو. احنا لم ندرك هذا بعد، ما زلنا نفكر ونتمسك، ما بدناش نعترف بأن هنالك تغير عالمي اسمه مجتمع المعرفة، ومجتمع المعرفة له معايير أخرى تختلف عن قدرتي أنا في شخصيتي أو قدرتك في شخصيتك وبأدائك وبفهمك وبخبرتك. هذا كله كويس، بس واحد قاعد على الإنترنت ويخترع اختراع بوقت فراغه بصبح قيمته 100 مليار اللي أنا وعشرين ألف واحد زيي ما بيجمعوا قده. هذا قدرة الشباب. فالعالم بالمستقبل سيقود الشباب، ويجب أن ندرك أنه إحنا واجبنا أن نكون إحنا فقط الإنيبلر الداعم لهذا التغير. أريد أن أنتقل إلى الأردن بعد إذا فيش نقاط نرجع نتحاور فيها. أنا قلت بداية أني أنا كنت سعيد أن أسمع البيان الحكومي يتكلم عن أن أمامنا أزمة، وهذه ظاهرة جيدة، ولكن أريد أن أضيف أن هذه الأزمة أيضا ليست إلهية، مش مفروضة، مش شيء علينا قدر وما في منه مهرب، مش صحيح. الأردن قادر أن يخرج من هذه الأزمة وينتقل إلى مرحلة من النمو والازدهار بدراسة الأوضاع الموجودة في المنطقة وفي العالم وبدراسة تموضعه. ما أين يريد؟ ولذلك كل كلامي كان أين سيصبح الوطن العربي والأردن كوطن عربي. نحن لا غنى لنا كما قلت عن عملاقين اسمهم إيران وتركيا، وكل كلام غير ذلك هو ضد المصلحة العربية الاقتصادية وهي الأساس. لما تكلم عن المحيط أذكر هاتان الدولتان كمحيط عربي، عندما تكلم عن المحيط العربي نفسه أنا أقول أنه إحنا الله أنعم على مجلس التعاون الخليجي بثروة ستزداد، فإذا إحنا بنحسب وأنا أدعي بأن النفط سيتعدى حاجز 100 ويبقى فوق ذلك، أي مش طفرة وتتصلب، وأنا قلت الكلام من سنوات وما زلت متمسك فيه، هذا يعني أن هنالك موارد هائلة في المنطقة في مجلس التعاون. هذا الخير سيعم على العرب، وأنا سعيد، أنا مش خليجي، بس أنا عندما يكون جاري ومواطن وطني العربي غني أنا غني، ويجب أن ندرك أن هذه النعمة هي للخليج ولنا أهل الخليج، أهل الخليج وأهل أهل الخليج، لأنه إحنا أهل أهل الخليج، وهذا الخير لابد أن يعم على المنطقة كلها وسيعم عليها بدرجات متفاوتة وحسب قدرتك على الاستفادة من هذه الظروف. اتفاقيات التجارة الحرة لم تعد لها قيمة، أصلا منظمة التجارة العالمية أصبحت قضية نظرية وتاريخية. الآن العالم يدار باتفاقيات ثنائية وإقليمية متعددة، يعني الدولة بتكون طرف مع دولة أخرى، وبنفس الوقت يعني مثل ما أمريكا الآن تتمسك بشراكتها مع أوروبا، ولكنها تقيم شراكة أخرى مع الصين ومع آسيا ومع دول أخرى. العالم سيصبح شبكة من الاتفاقيات وليس مناطق تجارة مستقلة مثل ما كان العالم مقسوم، النفطة أمريكا أوروبا إلى آخره، دول كليتها مقسمة حالها إلى مناطق، هذا انتهى. وبحكم أن المصالح الآن تفرض أن يكون لك
عدة شركاء وليس شريك واحد، وتعلم الدرس. العالم تعلم الدرس أنه أنت وجود شريك واحد هو خطر عليك، كما حصل مثل ما قلنا بين أمريكا وأوروبا. وجود أكثر من شريك لك هو القوة، وهذا أيضا بجرنا للعملة. بالعملة إحنا الآن يعني رئيس صندوق النقد الدولي أيضا صرح بأنه قد يكون حان الوقت لدراسة عملة بديلة كأساس احتياط غير الدولار، ولمح إلى أنه يمكن يعني يكون شيء شبيه بحقوق السحب Special Drawing Rights. طبعا رئيس صندوق النقد الدولي ما بيصرح التصريح بدون موافقة أمريكية، يعني بكون أنا نايف إذا بعتقد أنه هو قرر فيها الصبح وقرر أنه يقول لازم العالم يدخل بعمل جديد. عندما يقرر التصريح معناته هذه مصلحة أمريكية، وأنا أقول أنها مصلحة أمريكية. أمريكا لولا لأنها كانت العملة الوحيدة أكلت هذه الضربة القاضية، والضربة القاضية متاك. لا ننسى أنه ما زال هنالك مشكلة في أمريكا في السوق المال اسمها الفاينانشال ديريفاتيفز، اللي هي المستندات المالية الفاسدة، ما انحلتش. واللي قيمها صندوق البنك اوف انترناشونال سيتلمنت، أحد مؤسسات البنك الدولي، قيمها بنص كوادريليون، أي 500 تريليون. هذه أوراق بايعين على بعض، نحن مش ربع كواحد بايع تاني، كلها أوراق ما إلها قيمة ولا شيء، ما فيش إلها أسد، ما فيش غطاء إلها. هذه ما انتهى. لو لم يكن الدولار هو عملة الأساس لما كانت الضربة الموجعة بهالشكل على أمريكا. من مصلحة أمريكا أنا أزعم أن يصبح هنالك عملة عالمية، وإحنا سنتجه يمكن سنة سنتين 10 20، لأنه مش سهل الواحد أن يقبل أن يتخلى عن هكذا قضية مع أنه مقتنع فيها. تأخذ وقت، ما نقول الجي 7 انتهت، شو الجي 7؟ ومع ذلك كل اجتماع بيجتمعوا جي 7 يقولوا إحنا السبعة الكبار ومبسوطين وبياخذوا درينك وتوست السبعة الكبار، وهو السبعة الكبار هم يبحثوا عن كيف ينقذهم. أوباما صرح بأنه لا يجوز أن تزدهر الدول على أساس أنها سوق للمنتجات، أن أمريكا سوق لمنتجاتها. تصريح رسمي بعد اجتماع سيول. أنا أتابع وأقرأ وأدرس تصاريح اجتماعات القمة الـ20. قال رسميا يجب على العالم أن يدرك أننا لن نسمح بأن نكون سوقا لمنتجات الدول الأخرى. إيش يعني؟ يعني معناته مفهوم التجارة الحرة وفتح الأسواق كله التغط. يعني أنا ما بسمح لك أنه أنا تبيع منتجاتك عندي ولو كانت أفضل ولو كان سعرها أرخص، واللي هي أساس ومبدأ التجارة الحرة. طبعا مش راح أدخل على موضوع العدو الصهيوني لأنه أنا أعتبره خارج المعادلة، لأنه بغض النظر سواء كان هنالك مصلحة اقتصادية أو لا، لا يجوز أن نعتبره في معادلاتنا وفي تموضعنا الاقتصادي، بالإضافة إلى أنه كعدو مبدئيا لا يجوز اعتباره. وما أظن في دولة في الدنيا استفادت من علاقة اقتصادية مع العدو الصهيوني، ولا دولة ولا أشخاص. كل من تعامل مع هذا الاقتصاد دفع ثمن تعامله بخسارة. ويعني تاريخ معروف والخبراء فيه. أنا بحكي اقتصاد، ما زلت أيضا أرجو أن لا أفهم أن أنا أعلق سياسيا، وهذا من منطلق ديني. يعني إذا سمعنا عبادة، يمكن بعضنا سمعوه الحقام، قال أن اليهود هم شعب الله المختار، والله خلق كل الشعوب الأخرى لخدمته، مش إحنا بس، يعني الياباني والصيني والأمريكي، كل الدنيا خلقها الله بس لتخدم اليهودي. فكيف ممكن أن تقيم علاقة مصلحة متبادلة مع واحد يقول لك أنت الله خلقك خدام عندي؟ يعني منطق بيكون منطقي يدل على جهل ونقص في التفكير من يظن أنه في فائدة من هذا الكلام. فإذا أنا أقول أن الخلائية يجب أن تكون توجهنا، وأنا أطالب بأن نتجه في إجراءات حمائية لحماية اقتصادنا، سواء في السلع أو في الصناعة أو في الخدمات أو في التجارة. يجب أن نفكر كيف نحن الاقتصاد كما فكرت وتفكر وتعمل الدول الأخرى كلها. الاستثمار الداخلي، التنافسية، إحنا تخلفنا في المستوى التنافسي تبعنا، يجب أن نستعيد قدرتنا التنافس وإحنا قادرين. يعني أنا دائما بذكر برجل عظيم اسمه ديغول، كان دائما كتب التاريخ على الطاولة والخرائط على الحيط، وأقول ليس هنالك، ويقول
ليس هنالك قرار صحيح بدون الرجوع إلى التاريخ والجغرافيا. التاريخ والجغرافيا. بالتاريخ والجغرافيا الحديثة، الأردن استطاع أن يكون قوة تنافسية عظيمة وما زال قادر على ذلك. الإنتاجية، هنالك كثير ما يجب أن نعمله لرفع مستوى الإنتاجية. ونتكلم في كثير من المواضيع مش كثيرة، يكفي منها مثلا موضوع العطل. لا يجوز أن يكون الأردن أعلى عدد من العطل في الدنيا، في الدنيا على مستوى الأرض كلها. يعني أمريكا فيها 8 أيام عطل رسمية، السعودية فيها 12. ما فيش دولة في الدنيا بتعطل بكل مناسبة وبدون مناسبة. وإذا بدها تعطل ما تفرضش العطل على القطاع الخاص الإنتاجي. أنا بتكلم إنتاجيا، الاقتصاد يتضرر من كل يوم عطل. يحسب الإنتاجية، ساعة الإنتاج قديش قيمتها وتربها وتربها بعدد الناس، بتشوف قديش الخسارة لكل يوم عطل. السؤال الذي يجب نسأله هو: يريد الأردن أن يكون؟ أنا خلص وقتي. الأردن أين يريد أن يكون؟ هذا السؤال مهم وسؤال كبير ويجب أن نسأله ونبدأ نسأله. إذا أنظر الأردن بلد خير وفيه كفاءات عظيمة وفيه خلق كبير وفيه كل المقومات ليصبح ما يجب أن يكون وما يستحق أن يكون، وإن شاء الله سيكون. إحنا هنا في هذا البلد بإمكاننا أن نصنع مستقبل. أنا تكلمنا عن الأردن، هذا الكلام ينطبق بدرجات مختلفة على دول الوطن العربي، إذا أعدنا النظر كاملا بكل المعطيات. نحتاج إلى فتح، لأن العالم تغير، بسجل نستمر بأنه نصدر نفس التقرير بس نغير فيه الأرقام، ولا نفس التوصية بس نغير فيها الأرقام. تغير العالم كله، كل العالم تغير إلا نحن، ما زلنا نظن أن العالم كما هو ونعيش من يوم ليوم ومن سنة إلى سنة. أنا أقول إنه نظرة، ومطلوب هذا من رجال الفكر ورجال الاقتصاد ورجال الدراسات، أن يبحثوا أين يريد الأردن أن يكون في هذا العالم المتغير، وماذا يمكن عمله ليكون هناك. وأنا مؤمن بكلامي مش مجاملة، أنا لا أقول أسباب، لأنه بكل الأصدقاء اللي يعرفون بيعرفوا إنه مشكلتي إني أنا أقول مرات ما لا يجب أن يقال، ولكن الأمانة تقضي ذلك. أنا أقول أن هذا البلد فيه قدرة أن يصبح ما كلنا نتمناه وما قيادة الدولة تتمنى، جلالة الملك وحكومته. نستطيع أن نصل إذا وضعنا هدفنا وين بدنا نكون، وأنا بتكلم اقتصاديا فقط، واقتصاديا يعني اجتماعيا، لأنه أي قرار اقتصادي هو معدلوله اجتماعي، وهذا ما يقلقني. لأنه عندما نقول أن أزمة اقتصادية يجب أن ندرك أن هذه ستضغط على الوضع الاجتماعي وسيصبح عندنا أزمة اجتماعية، وهذا ما حصل في أوروبا، بس بدأت الأزمة الاقتصادية قامت البلاد. فإحنا نستطيع إذا أردنا أن نضع خطة واضحة أن نصل إلى ما نريد، بأن ندرك ما هي القوة اللي عندنا. مش شرط أن نكون البلد اللي فيها سكاي سكريبرز والبنايات الأعلى في المنطقة العربية، مش شرط، إذا مش هذا هو اللي بيحقق لي الهدف. مش شرط أن أكون سيليكون فالي إذا مش هذا هو الميزة القوية عندي. يجب أن أدرس ما هو الذي يمكن أن أعمله. وأنا أقول ألخص بكلمة واحدة، كانت في أيام أنا عشت في الخليج 30 سنة، كان الإنسان الأردني هو الإنسان المهني والكفاءة المهنية المطلوبة والأولى في كل الدول العربية. وأنا أتكلم عن الدول العربية لأنني لم أكن في ذلك الوقت على اتصال عالمي. بدي كفاءة أردنية بكل حقول المهن وحقول التقنية. هذا الشعب نفسه، الجينز نفسها ما تغيرت، الجينز اللي عندنا نفس جينات تبعيتنا، ما هي ما زالت قادر بأنه يتكون مركز مهني في كافة الحقول، في التطبيب، في التعليم، في التجارة، في كل الخدمة، في السياحة، في كل المرافق، لنخلق. وهذه قوتنا الرئيسية. وكان دائما جلالة الملك حسين وأيضا جلالة الملك عبد الله يقول: الإنسان هو أغنى ما يملك. صحيح، فلماذا لا نمكنه من أن يستعمل هذا الغنى، ليستعمله بأن يصبح
الإنسان المتفوق كفاءة وقدرة في كل المجالات التي يستطيع أن يكون فيها. هذا هنا أريد أن أقف وأقول بالرغم من أن هنالك أزمة عالمية وأنا أقول أنها سيئة وستزداد سوءا لأن انتقلنا من الأزمة المالية إلى الأزمة الاقتصادية ولن تنتهي الأزمة الاقتصادية إلا بإصلاحات اقتصادية خصوصا بالنظام الأمريكي الاقتصادي. ما دمنا في هذا المرحلة بهذا الوضع هنالك أزمة عالمية في جزء من العالم ولكن بقية العالم يزدهر. عندنا نسب نمو في دول كثيرة وكبيرة وهامة. ما معناته أنه والله في أزمة عالمية عندي عذر أنا أنه والله عندي أزمة عالمية فأنا معلش أني أنا عندي وضع. لا، في الأزمة العالمية فيها فرص، فيها تحديات ولكن فيها فرص أيضا الأزمات العالمية. وهذه الفرص استغلتها الكثير من الدول ويجب أن نستغلها نحن. وأقول أننا في أمام هذا الوضع العالمي نحن أمام فرص تاريخية هي لمصلحتنا ونستطيع باستغلالها بالشكل الصحيح أن يصبح هذا البلد ما يستحق وأن نصبح نحن فخورين بأننا نستعيد دورنا واقتصادنا وقيادتنا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لأخي الشيخ خالد الغزالي على هذا العرض الوافي الشامل. صحيح بعد أن حدثنا عن الأزمة العالمية وانعكاساتها اقتصاديا طلب إلينا ونصحنا أن نقدر تبعات هذه الأزمة المالية وأن نحاول الاستفادة منها حتى نستطيع أن نحقق خطوات متقدمة في اقتصادنا. الشيخ خالد أعطانا جرعات من التفاؤل رغم جرعات التشاؤم بالنسبة لاستمرار الأزمة العالمية لكن أعطانا جرعات من التفاؤل بالنسبة للوطن العربي وجرعات من التفاؤل بالنسبة لدور الشباب في الوطن العربي. الواقع كانت هناك تحقيقات هامة جدا في محاضرة الأستاذ خالد الغزالي. لا أريد أن أسترسل كثيرا فيها لكن أريد أن أفسح المجال لأي حوار أو أسئلة أو مداخلات لأن الهدف من هذا اللقاء الحوار. لأن الواقع لو أردت أن أذكر تفاصيل السيرة الذاتية للأستاذ خالد الغزالي والتي تمتد في 4 صفحات لكنت أخذ نصف وقت المحاضرة لكن اكتفيت بأن أعطي الوقت أكثر للأستاذ خالد حتى يحدثنا عن هذه النقاط الهامة التي أكد عليها في محاضرته القيمة ليفسح المجال لمزيد من الحوار في هذه النقاط لأن هذا الهدف من لقاء هذا. لكن قبل أن نبدأ الحوار أود أن أذكر للإخوة والأخوات المحترمات والمحترمين أننا مناسبة استقبال العام الميلادي الجديد بعد أيام سنتناول الحلوى بعد هذا اللقاء في هذه المؤسسة مناسبة العام الميلادي الجديد فكلكم مدعوين لتناول الحلوى في بعيد الأستاذ خالد الغزالي في هذه المناسبة. هل نبدأ الحوار؟ أيها الأخوة شو؟ أستاذ مجال للإخوان اللي بدهم يسألوا في أوراق توزع. بعد الزوجية التحية لمؤسسة الشباب والأخ الفاضل المحاضر حقيقة سعدنا بهذه المحاضرة وفي الوقت نفسه يعني حيرتنا في العديد من النقاط والأسئلة. أولا عرف عن الأستاذ الغزالة في تفكيره حول الأزمة توقعه المتشائم وإشارته إلى 10 سنوات وتكررت في هذه الأمسية أن الأزمة تستمر ربما لحوالي 10 سنوات مع العلم أنه أشار في نفس المحاضرة إلى أن الدول اللي ولا يؤيد تسميتها النامية وإنما الدول الصاعدة هي المحرك الأساسي للنمو ومعدلات النمو عالية. ففعلا يعني في سؤال ينبثق عن هذا الأمر يعني طبعا أنا أميل الحقيقة إلى عدم التشاؤم إلى هذه الدرجة من حيث توقيت استمرارية الأزمة. مع هذا
يعني هل يمكن توقعك أن الوضع الاقتصادي العربي مستفيدا من الفرصة التي تغلدها الأزمة والاقتراحات القيمة التي قدمت أو ألمح إليها، هل يمكن أن تختصر زمن هذه الأزمة في الدول العربية بشكل عام وفي الأردن بشكل خاص؟ السؤال الثاني، أفرزت الأزمة تساؤلا حول النظام الرأسمالي، وقد أشير إلى أنه لم ينتهي ولكن يخضع إلى إصلاحات. هناك دائما أشير إلى أن شملت هذه الإصلاحات وربما قبل الأزمة وبعدها ما أشير إليه من نظام السوق الاجتماعي، المدرسة الألمانية تحديدا. فما رأيه حول، ونحن كدول عربية نتبنى، معظم الدول العربية إن لم يكن جميعها يتبنى النظام الرأسمالي، فما رأيه في موضوع الرأسمالية الاجتماعية أو ما أسمي بالسوق الاجتماعي؟ لأن ليس لدينا معايير أو مؤشرات حول النظام الاقتصادي الأمريكي. وشكرا. رحيم، أسعد الله مساءكم جميعا. أني على ما تفضل فيه دكتور فؤاد، أشكر المحاضر على هذه المحاضرة القيمة، وأشكر مؤسسة شومان اختتمت عام 2010 بهذا الإثراء الثقافي، وعلى الأقل على المستوى الاقتصادي، لأنه أنا زيك بالسياسة بشكل كبير. حقيقة يعني أنا سأبتعد عن الجزء المتعلق بالبعد الدولي و بعض المناطق الإقليمية، لكن أريد أن أركز على البعد المتخصص في الأردن. أكاد أفهم مما تفضلت الحقيقة أن التنافسية الأساسية للاقتصاد الأردني هي في ممتازة في قطاع الخدمات، لأنه هذا القطاع يعتمد على الإنسان بشكل أساسي. يمكن كلنا نعرف قطاع الخدمات بشكل أكثر من بين 63-67% من الناتج المحلي الإجمالي تقريباً. 80%. وإذا أضفت إليه بعض القطاعات الأخرى اللي هي أصلاً خدمية ممكن تصل إلى 80%. لكن في ظل التوجه إلى الحماية، السؤال اللي بيطرح نفسه، كيف نستطيع أن نتوجه إلى حماية ونحن نتحدث عن العمق العربي، وقطاع الصناعة الأردني لن يستطيع بأي شكل من الأشكال أن يحمي نفسه من القطاعات الصناعية أو الصناعات العربية التي تتمتع بالكثير من الامتيازات الحمائية فيما يتعلق بالطاقة والكهرباء وحتى بالعنصر البشري المستورد الذي يكلف أقل بقليل بكثير مما يكلف العنصر البشري الأردني. هذا واحد. الشيء الآخر اللي أريد أن أفهم الحقيقة ولا أريد أن أطيل، هو أن أتفق معك قد يكون الحل بخلق ممكن تسميته مركز تميز بشري في الأردن، يمكن إعادة الاستفادة منه ليس فقط للأردن ولكن للمنطقة، ولكن كيف يمكن ذلك ونحن قد أسأنا إلى مستوى التعليم؟ خلقنا أكبر قدر من الخدمات بالكم وليس بالكيف. اليوم مستوى المتخرج الخريج الأردني من الجامعات الأردنية للأسف الشديد، وأتحدث عن معظمها حتى لا أعلم، مستوى أقل بكثير مما كان عليه الخريج الأردني اللي راح بنى في الخليج واستعمل طاقته وإمكاناته التعليمية. اليوم حجم الكم أكثر بكثير من الكيف. إذا أردنا أن نتميز ونحل المشكلة أردنياً علينا أن نتحقق من شيء واحد، ما يسمى بالتوتال كواليتي مانجمنت بكل الخدمات المقدمة. اليوم إحنا زدنا عدد المستشفيات، زدنا عدد الجامعات، زدنا عدد البنوك، زدنا عدد كل شيء، ولكن لم نهتم بمعايير والمقاييس العالمية المقبولة لتقديم هذه الخدمات. هذا ما أريد أن أعقب عليه. شكرا. شكرا دكتور أنور الخفاش. مساكم الله بالخير. أنا أقر أمامكم أنه أستاذ طلال أبو غزالي أستاذي بالمحاسبة وبالاقتصاد، ولكن تعلمت منه كثيرا بالسياسة. جميعنا اتفق مع أستاذي الكريم بأنه الآن الخارطة السياسية بدأت تتشكل في قوة إقليمية تقود العالم.
نقر جميعا بأننا لا نستطيع تغيير الجغرافيا، ولكن نستطيع التعامل معها. والجغرافيا تقرب ولا تفرق. بناء على التشبيك الاقتصادي الذي بدأت فيه إيران كنظرية اقتصادية جديدة، يجب أن نستفيد منها في بناء علاقات استراتيجية مع إيران. أريد أن أطرح سؤال كبير: جدوى تثبيت سعر صرف الدينار الأردني بالدولار. نعرف جميعا بأنه الأزمة المالية الأمريكية بدأت تتدحرج من أزمة الرهن العقاري والمؤسسات الاستثمارية والبنوك الاستثمارية الضخمة. الآن نحن مقبلين على مستوى أقل، يعني للريتيل فيما يتعلق بالريال ستيت، وكمان بالنسبة للكريدت كاردز. هذا سيؤدي إلى انهيار قيمة الدولار. وما يؤكد كلامي في قمة العشرين، وأنا أختلف مع الأستاذ طلال في هذه النقطة، قمة العشرين أعلنت حرب العملات، وأنا كتبت مقالي قبل القمة الأخيرة ونشرت الدستور. أمريكا طلبت من حلفائها الأوروبيين ومن الصين طلبين: تخفيض ميزان التجارة، وطلبت رفع العملة. وأنا ذكرت في هذه المقالة أنه أمريكا استنفذت كل ذخيرتها، بمعنى أنه أمريكا صارت تعتمد على الإصلاح المالي والسياسات المالية على أطراف خارجية. هون شو بترك علينا أثر؟ أنا أتوقع انخفاض الدينار الأردني إذا ما البنك المركزي غير سياسته لسعر الصرف لسلة عملات، يكون فيها الدولار 50% إلى انخفاض الدينار ل 30%، انخفاض قيمة الدينار 30%. في فبدنا جرأة في اتخاذ من الحكومة الأردنية، جرأة باتخاذ قرارات اللي تؤدي لهذا الموضوع. وأكتفي وشكرا. سيد مصطفى خرمة. ودوهم على البيت وعطوهم رواتب، أجلال الملك حسين على التلفزيون، وما حدا بيصلح، بالعكس بيزيدوا توظيف وإتلاف للناس. الإشي الثاني، إذا سمحت، بدنا مزيد من الإضاءة على إيران ومصلحة العالم العربي بالتعاون اقتصاديا مع إيران، لأنه في موجة للعداء لإيران في خدمة إسرائيل حقيقية، موجة حقيقية. محاضرات تلقى في هذا البلد، أنا وكل واحد من الحاضرين سمعها، محاضرات في خدمة إسرائيل ضد إيران. الإشي الثالث، إذا تكرمت، في بعض المختصرات اللي موجودة، نتمنى بس بسرعة تحكي لنا إيش هي، مثل أروكا، أسرين، والمدرة، والتفاصيل. Mira.
شكرا للمحاضرة القيمة جدا، لكن عندي سؤال لطفا بالنسبة ل يعني تصورك او اقتراح بالاحرى، انه قرار او تصريح رئيس الاي ام اف بالنسبة لتوجه لاعتماد حقوق السحب الخاص الاس ار دي الاس دي ار ك انترناشونال ريزيرف كرنسي بدل الدولار، انه هاي بايحاءات وربما بتشجيع من الاداره الامريكيه. واقع بكل احترام انا مش موافق لهذا الراي لسبب اساسي، لانه هذا راح تزيد ازمه الدولار بشكل قوي، وقصه وات وي كول الدولار دينومينيتد اسيتس اللي الفورين دينومينيتد اسيتس بالدولار المملوكه للدول اللي عندها فائض خاصه الصين والدول النفطيه، هذا طبعا راح يسبب عمليه انهيار رهيب للدولار في رايي، بما في ذلك عمليه البيجينج اوف ذا لوكال كرنسيز لدول الخليج. عندك النفط بحد ذاته الاوبك اللي هو مسعر الان بالدولار ب 30 مليون او 25 مليون برميل في اليوم على سعر ال 100 دولار، الطلب على الدولار بيخلق يعني دعم للدولار بشكل غير اعتيادي. طبعا هذا اذا نزل للثلث بالنسبه لنسبه الدولار بالنسبه للهاي وانس اتس ان حقوق السحب الخاص، فاعتقد هذا راح يضر بالاقتصاد الامريكي. نقطه اخيره في روماي على محور مختلف اللي هي بالتحديد اللي تفضلت في ريلي بالنسبه لدول الخليج والدول النفطيه اللي راح يتمركز فيها فائض مالي رهيب، يعني الصين مثل ما تفضلت حضرتك الدوله ديفيشنت بالانرجي وعندك جروث ريت فوق 10% ايكونوميك جروث ريت، نفس الشيء بالنسبه للهند 8-7%، بتحكي على اندونيسيا وبعد ما يكونوا في E7 اللي تفضلت فيها. فلذلك الطلب انا في رايي على الانرجي راح يكون ضخم، فمن ثم هاي الدول الخليجيه من ناحيه اولويه مثل ما تفضلت حضرتك بوجود دولتين رئيسيتين او بقدر اقول ثلاث دول رئيسيه اللي هي تركيا وايران ومصر بحكم العدد السكاني، لازم يصير توجه مور كونشس من هذه الدول لعمليه الاستثمار بهذه الدول في المدى البعيد. يعني بتطلع على شو اسمها هاي قطر، يعني راح تستثمر 100 بليون دولار للعبه فوتبول بعد 10 سنين اللي ممكن تدعم بناء انفراستراكشر حديث في دوله مثل مصر. طبعا المشكله هون هو الاصلاح الاداري والاقتصادي بهذه الدول حتى تتصور. متاسف اطلت الشرح. كيف ممكن 1000 قدر لازم يلعب؟ عندي مداخلتين بعدين عشان السيد داوود الماني داود الماني مراسل عربيين بزنس. دكتور انا عندي سؤالين يعني ضرب الحره مباشره، يعني معلش انا اسئله صحفيه مش تعقيب، معلش لو سمحت. دكتور جواد العنان الاسبوع الماضي توقع حدوث او حصول ردود فعل احتجاجيه شعبيه في الاردن خلال المرحله المقبله احتجاجا على موازنة 2011، وقال إنه تطبيق هذه الموازنة يحتاج حزما سياسيا. هذا الأسبوع الماضي كان. دكتور هل تثق التوجهات السياسية الحكومة السيد سمير رفاعي؟ شكرا جزيلا. الاقتصادية سيد محمود صنعاني. سيد محمود صنعاني. شكرا على المحاضرة القيمة أستاذ كريم معالي الدكتور. الواقع هناك طرفان مكانيان وحرف جر تحت وعلى كحرف جر وفوق. تحت نقطة نفط وعلى حبة قمح وفوق دولار، ومن يحكم هذه الثلاثة
ثلاثة في يد القوى الكبرى. تكلمت عن جي 7 وتكلمت عن اقتصاديات الصين واقتصاديات الهند التي هي مجرورة بحبة النفط التي تحكمها السيفل سيسترز. أنا أتكلم عن واقعنا العربي كمنتج رئيسي للنفط، وعن التنافس الاقتصادي في القرن الأفريقي وفي منطقة العربية. فأين نحن من ثبات السياسات الاقتصادية لدى صانع القرار السياسي حتى نستطيع أن نصبح قوة ما بين نقطة النفط التي هي تحت أرضنا وحبة القمح في سهولنا، بدءا من شمال العراق وانتهاء في جنوب السودان والقطر. شكرا. سيد محمد المدني آخر سؤال رجاء. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن بالمحاضر الكريم وبمقدم المحاضرة والحضور الكرام، يعني أعتقد أن لب هذه المحاضرة هو السياسة. باعتقادي تكلمت سياسة، لما لا؟ الاقتصاد هو أساس السياسة. من يملك فأسه يملك قمحه ملك قراره. الآن للأسف المنطقة العربية وطرقت لها المشتقات المالية، الأرقام الحقيقية للأسف الإعلام العربي، يعني كنت أتمنى أن يكون جريء ويذكر الأرقام الحقيقية التي نهبت في الغرب، وقل هي احترقت، هي لم تحترق، هي نهبت 2.7 تريليون، الله أعلم. الآن أمريكا اللاتينية قدمت يدها إلى العرب من خلال مؤتمر الدوحة مؤخرا، القمة الاقتصادية، وعندنا بعض الزعماء للأسف، يعني أني لا أدري، يعني العرب لا أين يعرفون مصلحتهم، يعني من هو العدو، من هو الصديق. للأسف معظمهم تسرب من الدوحة، ربما بحجة أساسية العلاقة مع دولة قطر وعمي قطر، ولكن أمريكا اللاتينية قدمت يدها. الآن ربما سوريا استغلت هذا الوضع، كما ذكرت قطر في التعليم والإبداعات والبحث العلمي. الآن تركيا تمد يدها أيضا إلى العرب، بما أنه ميركل وساركوزي قالوا هذا نادي مسيحي، فمحرم على تركيا أن تدخل هذا النادي، وأردوغان يقدم نفسه ليل نهار، ها أنا، فماذا فاعلون؟ شكرا لكم. نعطي مجال اللافت اني اتفق مع كل اللي قالوا انه يختلفوا معي في الراي. كل اللي قالوا مختلفوا معي انا متفق معهم، لاني قلت نفس الشيء، انما يمكن لم احسن التعبير. ف لذلك لن اناقش هذه النقاط، ليس من عدم الاهتمام انما لانني موافق على ما قالوا. مده الازمه انا اربطها بالحاجه لحل المشكله التي هي سبب الازمه، وهذه القضيه ما بتنحل لا بيوم ولا بسنه ولا بعشر، في الاقل عشر. ومن اساسها اصلاح النظام الاقتصادي والمالي الامريكي، واللي ثلاث رؤساء جمهوريه في امريكا خسروا رئاستهم لانهم حاولوا الاصلاح في الماضي، حاولوا ان يغيروا في هذا النظام اللي هو الاستقلاليه الكامله والحريه الكامله للقطاع الخاص. ومن هون بنتقل على المشروع الالماني. المانيا لذلك كانت هي الناجي بين الدول الغربية، لأنه نظامها ليس كالنظام الأمريكي في الحرية المطلقة. غرفة التجارة بتعين أعضاءها الحكومة الألمانية، غرفة التجارة في ألمانيا. يعني النظام الألماني يختلف كليا عن النظام الاقتصادي الأمريكي. الحماية عربيا وتنافسيا، أنا ما بنظرش للمنافسة بين الدول العربية كمنافسة، أنا بنظر إلى الوطن العربي كسوق واحد، وهو عملياً راح يصير سوق واحدة غصباً عنا، بدون ما نحن نقرره وبدون اتفاقيات وبدون قرار سياسي. ما يحصل وما هو حاصل أننا متجهين إلى سوق عربية مشتركة واقعية غصباً عنا، رفضناها القرارات
ستأتينا غصب عنا واقعيا. التعليم رد على السؤال يتعلق بالكلمتين أروكا وأسرن. أروكا هي المنظمة العربية للجودة في التعليم، وهي منظمة كلفت بتأسيسها ورئاستها لإدخال موضوع الجودة على النظام التعليمي العربي، وهي تحت مظلة الجامعة العربية ورئيسها الفخري عامر موسى. وكنا الشهر الماضي في اجتماع لهذه المنظمة لكيفية مباشرة عملها لدعم الجودة في كل القطاعات التعليمية في الوطن العربي. أسرن هو مشروع جديد أيضا يصب في مجال التعليم. الوطن العربي أقل منطقة في العالم تصرف على البحث العلمي. أفريقيا تصرف أكثر منا، إحنا بنصرف 0.4، أفريقيا تصرف 0.6. الدول الأفريقية تصرف على البحث العلمي أكثر من الدول العربية. هذه المنظمة أيضا أنشئت تحت مظلة الجامعة العربية وكلفت برئاستها لتعمل شبكة بين مراكز البحث في الجامعات العربية ومراكز البحث العلمي في الوطن العربي للأبحاث المشتركة، للتطوير، للاستثمار أكثر في البحث العلمي، ولتغيير سياسة البحث العلمي. وأنا هنا بضطر أسمح لنفسي أن أنتقد كأردني، عندما نفكر بالبحث العلمي في الأردن واللي بيقتطع 1% أظن أو 1/1000 من الشركات المساهمة للبحث العلمي، 1% تخصص البحث العلمي. والمفهوم بالبحث العلمي سابقا كان إرسال الأساتذة لبحثات، وإذا كان في بحث علمي في الجامعات بكون بحث الأساتذة. نحن التوجه الجديد اللي اتفقنا عليه بالاجتماع بحضور الأستاذ عامر موسى، وهذا كان من أسبوعين فقط في مقر الأمان العام الجامعي في القاهرة، نخلق بيئة بحث طلابي. البحث العلمي اللي يستطيع أن يبدأ فيه الطلاب مش نحن، مش الأساتذة، ويجب أن يكون بحث علمي واستثمار في البحث العلمي للطلبة ليبدعوا كما أبدع. ما في اللي اخترع جوجل مش أحسن من أي أردن، ويستطيع أي أردني أن يبدع كما أبدع. هنا أنتقد نقطة، أنه لماذا أقول أنا بأنه الأزمة هذه مش قضية لا قمح ولا سكر ولا دولار ولا نفط. دخلنا في عالم المعرفة، أغنياء العالم هم أغنياء المعرفة. ما عادش الغني أكبر أغنياء، إذا أخذت 100 أكبر غني في الدنيا 90 منهم عمال معرفة بيسموهم knowledge workers، اللي هم مخترعين أدوات وأنظمة معلوماتية في العالم. هذا هو العالم المقبل، هذا هو اللي جاي، مش للنشاطات الأخرى اللي كلها مهمة، ولكن التفوق في المستقبل هو للتفوق المعرفي. وأيضا هنا بقول إحنا عم نشتغل في كل واحد فينا في مجاله واختصاصه. إحنا وقعنا اتفاقية مع اليونسكو لإقامة برنامج لتطوير مجتمعات المعرفة في الوطن العربي، من خلال أولا بناء مؤشرات indicators لقياس كل جوانب المعرفة، مش بس المعرفة الرقمية، مش بس الدخول على الانترنت، في الميديا، في التعليم، في كل مجال، كل جوانب المعرفة، وتكون نوع من البنش مارك لهذه الدول اللي تحاول أن تتنافس بما بينها في دخول عالم المعرفة. الدينار الأردني أنا مش خبير فيه ولا في طريقة تسعيره، ولذلك لن أدخل في موضوع أنا جاهل فيه. حرب العملات أنا كما قلت هي فعلا حرب تجارة، يعني بالنهاية لما بنحكي حرب العملات حرب تجارة، ما فيش حرب العملات بغرض إنه بدنا نضرب عملة بعملة نشوف السيف هذا بغلب ولا أي سيف أي عملة بتغلب، هو موضوع تجاري. إيران كما تكلمت، سؤال شو أهمية إيران؟ إذا قلنا أن القوة الدول الكبرى والغنية، إيران دولة غنية جدا، إيران دولة قوية، إيران دولة نووية، إيران دولة إقليمية، دولة إسلامية، إيران جارة مهمة، ما أي واحد بده يتجاهلها يخطئ في حق وطنه. استثمار في لعبة الفوتبول 100 مليار مش في لعبة الفوتبول، كمان لا نظلم إحنا في تعقيماتنا. المئة مليار التي ستصرفها قطر تصرفها على البنية التحتية، راح تنشئ فيها مطارات وموانئ وطرق وجسور ومساكن وفنادق لتستوعب هذا. ده كله استثمار في بنية تحتية سيبقى ويدوم، بدل ما نلعبها بالبورصة ولا نحط استثمارات بأمريكا. فيعني خلينا نكون، يعني ما نظلمش أمتنا العربية وصانع القرار العربي.
احنا في كثير قبرات يعني نفسر الامور بتبسيطها، هي مش لعبة فوتبول. هذه بناء هذا اللي انا بدي اياه، بدي يا ريت كل دولة عربية تصرف 100 مليار اذا عندها لتبني ما تريد ان تبني قطر. اسمح لي مداخلة فيها بعد نعم. لا انا بس لا نحكي فيه انا وياك بعدين اذا بتحب. الاحتجاجات الشعبية اللي توقعها جواد العناني انا لم بحياتي ما علقت على رأي خبير اخر، وبالتالي لا اسمح لنفسي بان اعلق على رأي الدكتور جواد العناني. توجهات اقتصادية للحكومة الأردنية انا انتظر التوجهات، هي حكومة جديدة، كل شيء اعلنته هو عن بيانها الحكومي، البيان الحكومي ليس توجهات، هو بيان خطوط عريضة للسياسة الحكومية. وان استاذنا واخونا الكبير رئيس دكتور هي تكمل للوزارة السابقة. لا معلش، هي انت بتقول توجهات الحكومة الحالية، توجهات الحكومة اللي انا منتظرها وانا اريد ان اسمعها، وانا اطالب، وهذا كان خلاصة كلامي، انه نحتاج لوضع توجهات، وانا اتوقع واتمنى وان شاء الله اذن بان هذه الحكومة ستعمل على صياغة توجهات محددة. الاقتصاد والسياسة طبعا أنا دائما أقول أن ما فيش قرار سياسي ليس له إما سبب اقتصادي أو نتيجة اقتصادية، فإذا أنا تكلمت في الاقتصاد واستنتج منه أنه سياسي هذا لا مفر منه، لأن قرار الاقتصادي هو لهدف سياسي أو نتيجة مصلحة سياسية. شكرا شكرا. في الواقع عندي حوالي 20 سؤال، لكن طبعا الرد على هذه الأسئلة يحتاج إلى محاضرة ثانية، فأنا سأحيل هذه الأسئلة أستاذ طلال يطلع عليها في أوقات فراغه إذا سمح لوقته. بعض الأسئلة غير مكتوبة مكتوب السائل ويجي في أول السنة. لذلك أنا أجهز مناسبة هذه المحاضرة حتى أشكر أول أستاذ طلال وزال على هذه المحاضرة القيمة، أشكركم على حضوركم مرة ثانية، أقدم المصدق الثاني بالعام الميلادي الجديد وأتوجه لأكل الحلوة معي في الفصل.